بدايه كنت بنشكركم وكنت بنشكر المرشح الوحيد السي الدراوي اللي صراحه كان الاجتماع مثمر وكيفرح وكيبشر بالخير بين على ان رجاوي قح وان انسان اللي هو عنيد وعزيز عليه التحدي وبين بانه جايب عزيمه وجايب بواحد العقليه احترافيه كيف ما صرحنا بالاجتماع وكنظن بان انسان مناسب اللي غادي ماشي كنظن عفوا على هذه ولكن انا على يقين بان غينجح في المهمه اللي ما غاداش تكون سهله طبعا خص المساعده ديال باقي الاعضاء وتمنينا وكان ماشي تمنينا اولا كنلح بان ما يكون حتى شي عضو او مسير سابق يكون معاه في المكتب لان خصو يتحمل المسؤوليه ديالو بوحدو وكيف ما شفتوا بانه هو المرشح الوحيد وعليه اجماع من طرف الجمهور اولا اللي بالمناسبه كنحيي الجمهور الغالي ديال الفريق العالمي ما المنخرطين ما كانش شي تساؤل ما كان حتى شي حاجه كان السيد واضح المعالم بحيث قرر قال بطرف لسانه بان الانتدابات غادا تكون من ماله الخاص لانه هو اللي غادي يتكلف الانتدابات وغيكون الرجل المناسب في المكان المناسب. الميزانيه ديال الفريق هو درس الميزانيه مع الرئيس الحالي اللي هو انيس محفوظ ولقى بان العجز المادي اللي كتعيشه الفريق ما يسمحش ليه باش يدير انتداب راك كتعرف بانك باش تجيب لعايب كاليبر راه خصك ثمن اللاعبين ديال 60 مليون 70 مليون ما ناقشناهمش بدون شك هو عارف على العاتق ديالو قال لك بان انتدابات غتكون مسؤوله وانتدابات اللي غتكون في المستوى بدون شك لانك كتعرف بان الرجاء ماشي عام هبة ودب لان عانينا المواسم السابقه ولا اي واحد كينوض يترشح فاذا به هذا انسان اللي نقدروه ونحترموه على الصراحه ديالو والطلب ديالنا الوحيد ليه بان يسد الباب امام كل مرتزق امام كل متسول اللي ما عندوش شغل يمشي يقابل الشغل ديالو ويجي يتفرج في الفرقه ما يديرهاش حرفه كفانا دابا ما كاين غير الفضح لاي متسول انا بكل امانه هذا الموضوع ما تطرقناش ليه ولكن له كامل لان خلال الجمع العام غتكون له كامل الصلاحيه بانه يختار هو الناس المناسبه الناس اللي غادا تعاونوا في المكتب ما ديك الفرضيات وانسان كيف ما طرا مع الرئيس الحالي ولا هذا الزمان هذا ان ظرفيه اخرى كتحتم علينا باش نسدوا فهمنا لا لقينا باش نعاونوا واللي ما بغاش يعاون ولا بغى يخلق البلباله غيلقانا بالمرصاد خلال الجمع العام حنا غنطلبوا بتخفيض سومه الانخراط هذه من غتكون من الضروريات لان ما يمكنش واحد تولات تبقى هي اللي حاكمه الفريق فاذا به حنا غادي نحاولوا ما امكن الشروط ديالنا راه واضحه كجمهور اولا ماشي كمنخرطين ولا كرؤساء جمعيات لا سيدي حنا غنطلبوا بان السومه الانخراطيه تهبط واللي بغى ينخرط مرحبا به ويدلي بصوته باش لان فريق الشعب كيبقى اولا واخيرا للشعب.